أهلا وسهلا بكم جميعا. حلقة اليوم نتناول فيها موضوعان يتعلقان بالشأن السيادي المغربي. الأول محاربة الفساد الكروي المتعلق أساسا بالاسترزاق بتذاكر المنتخب في مونديال قطر. الموضوع الثاني مرتبط بالشرط الذي وضعته المملكة المغربية لمشاركة المنتخب المغربي لأقل من 23 في الشان بين يناير وفبراير المقبل. المغاربة قاطبة مؤسسات ودولة، مؤسسات الدولة اليوم أمام تجار البؤس وفضيحة التذاكر التي كشفت عن سلوكيات وقيم غير تلك التي أبنى عنها اللاعبين. فأمام التفاني والكفاءة الكروية والجدية نجد أن مسؤولين برلمانيين وغيرهم استغلوا المونديال ليكشفوا عن معدنهم المبني على الغش والبحث عن الفرصة الهمزة للإثراء غير المشروع والمتاجرة بالمال العام. يبدو أن التحقيق سوف يشمل بصرامة كافة من لهم صلة بهذا الملف، لأنه يتعلق بامتيازات ومن المال العام دون وجه حق، ويجب على الجهات المختصة ترتيب المسؤوليات القانونية لكل من استغل موقعه لتحقيق منفعة شخصية. الجامعة المغربية لكرة القدم أكدت أنها توصلت بمجموعة من التقارير من السلطات المكلفة بهذا الموضوع، وسيتم تكوين لجنة من القضاة الذين يترأسون اللجان القانونية في ظرف 10 أيام. سيطلعون على التقارير ويجرون التحريات اللازمة. بالتالي فالبؤساء المحسوبين على كرة القدم الذين استغلوا هذا الحدث كيفما كان شأنهم وكيفما كان منصبهم وكيفما كانت مسؤوليتهم، لن أتوانى شخصيا وأنتم معكم في اتخاذ كل الإجراءات الصارمة في حقه في أقرب الأوقات. وفي هذا المجال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توصلت بمختلف التقارير نتاع السلطات المكلفة بالأمر، واليوم أنا عندي مجموعة من التقارير في هذا الشأن. غادي نكون واحد اللجنة إلا كنتو متفقين اللي فيها السادة القضاة نتاعنا اللي كيترأسوا اللجان القانونية، وفي ظرف واحد 10 أيام غيطلعوا على التقارير وغيجريوا التحريات نتاعهم اللازمة، وكل من ثبت في حقه تلاعب بأي شكل من الأشكال في التذاكر نتاع المباريات لن يجد بعد العاشر من يناير إن شاء الله مكانا ولا مجالا في كرة القدم، لا من الأقسام نتاع الهواة نتاعه إلى أعلى المستويات. معناه سيكون مصيره الطرد النهائي من عالم كرة القدم إن لم تحل هذه الملفات على الأجهزة القضائية التي لها اختصاص في المطرح. دونك كان لازم أننا ندير هذا الشيء في التقديم باش نرفع كل لبس على هذه الأعمال المشينة مع الأسف والتصرفات لا إنسانية اللي قاموا بها بعض الأشخاص اللي ما عرفتش أنا كيف كان المنطق ولا تصورهم في وقت اللي كنا كنعالجوا فيه في ظروف صعبة للغاية، لا العلاقات مع الفيفا ولا مع السلطات القطرية باش نوفروا أكبر عدد من التذاكر كما قلت لإتاحة الفرصة لجماهير غفيرة وعريضة تحب بلدها وتحب وطنها وتحب فريقها وما درت حتى شي ذنب إلا أنها قطعت 7000 كيلومتر باش تحضر لمساندة الفريق الوطني. البحث الذي بشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لمحاسبة كل المتلاعبين بالمال العام، سواء ارتكب الفعل داخل أو خارج المغرب. ومن الواضح أن المشتبه فيهم المباشرين بالمتاجرة والتلاعب في تذاكر مباريات المنتخب الوطني، وهو فساد
كروي، هم برلمانيون سياسيون، هناك من يترأس أندية رياضية، وهناك من هم أعضاء بالجامعة. فالتذاكر اقتنتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من المال العام لتوزيعها مجانا على الجمهور، وتم بذل مجهودات كبيرة بتعليمات من السلطات العليا بتنسيق مع الفيفا والسلطات القطرية لتوفير التذاكر بعدد كافي للجماهير المغربية، لكن لأهداف انتخابية ومصالح سياسية ضيقة من طرف المتاجرين استغل هؤلاء الظرفية في ممارسات تسيء بطبيعة الحال لصورة المغرب. في كل يوم تظهر معطيات جديدة حول المتورطين في فضيحة التذاكر. هنا رئيس الجامعة المغربية لحماية المال العام يقول، محمد الغلوسي يقول، أن معلومات يتم تداولها تفيد أن رجال أعمال بمدينة مراكش يشتبه في متاجرتهم في تذاكر المونديال، والرأي العام الوطني يتطلع إلى أن يشمل البحث القضائي كل المتورطين في السمسرة في تلك التذاكر، وكذلك أولئك الذين استفادوا من المال العام دون أن يقدموا أي خدمة للمنتخب الوطني، يقول الغلوسي الذي أضاف في تدوينة الله، وهو بالمناسبة محامي. الأمر يتعلق بالريع وهدر وتبديد المال العام، برلمانيون، مؤثرون، مسؤولون، رجال أعمال وبعض الصحفيين استفادوا من امتيازات من المال العام دون وجه حق، ويعتبر ذلك نتيجة حتمية لاستمرار سياسة الريع والفساد. المشتبه فيهم بالمتاجرة والتلاعب في تذاكر مباريات المنتخب الوطني هم برلمانيون سياسيون لم يترأسون أندية رياضية أو أعضاء بالجامعة، وبهذه الصفة استفادوا من عدة امتيازات وتورطوا في ممارسات تسيء لسمعة الوطن من أجل تحقيق أهداف سياسية وانتخابية. فتضحيات الجماهير هي الأكبر حسب فوز القجع، لأنها تنقلت من المغرب ومن ربوع العالم لتشجيع المنتخب. لذا نستمع للقجع ويعلق على هذه الواقعة. مع الأسف من الأمور التي أفسدت نسبيا فرحتنا وتوهج الجماهير هي التلاعبات البخيصة واليائسة والتي تتصف بالبؤس وبالجشع التي كان أبطالها مجموعة من المحسوبين على كرة القدم. اللي عرفتها المسألة نتاع التذاكر، وهنا لابد أن أوضح بأن الإشكال نتاع التذاكر إشكال عرفناه مع مرور المباريات، خصوصا مع المباراة نتاع إسبانيا، حيث أننا الجماهير المغربية بطبيعة الحال أولا ما كانتش كتنتظر هاد النتائج ولم تكن تتوقعها، وبالتالي الاستعداد لها ما كانش بالشكل المطلوب. والمسألة الثانية هو أن التذاكر نتاع المونديال تبعت 6 شهور قبل بداية الحدث، وكتعرفوا كلكم على أن من بين العوامل النجاح هي العدد تاع التذاكر اللي تم البيع نتاعها، وبالتالي فالإخوان في قطر وبطبيعة الحال كانوا في دورهم أنهم اقتنوا العدد الأكبر من التذاكر، وكان لازم أننا نلقاو حلول، وبذلنا مجهودات جبارة بين المباريات في ظرف ما كانش كيتزاوج 48 ساعة بتنسيق مع الفيفا وبتنسيق مع السلطات القطرية باش نوفر التذاكر لأكبر عدد من الجماهير المغربية التي تستحق هذا الجهد وتستحق هذه التضحية، لأن تضحياتها كانت أكبر، هي انتقلت من المغرب وجت من مختلف ربوع العالم باش تشجع الفريق الوطني. في كل مرة تقع مثل هذه الفضائح نقول أنه يجب وضع حد للجمع من المسؤوليات. فما معنى أن تكون برلماني ورئيس جماعة وعضو في مكتب كرة قدم
أو رياضة أخرى، حتى وإن كان الشخص سوبرمان لن يستطيع العمل بجدية وتفاني في كل هذه في تحمل كل هذه المسؤوليات وتحقيق متطلبات الساكن التي صوتت على هؤلاء. يشار إلى أن الوكيل العام لدى المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر بفتح تحقيق في شبهات التلاعب بالتذاكر المجانية لمباريات المنتخب الوطني المغربي وإعادة بيعها في السوق السوداء خلال مونديال قطر 2022 من طرف مسؤولين داخل الجامعة الملكية لكرة القدم. وتم الاستماع لرئيس نادي أولمبيك آسفي والبرلماني ورجل الأعمال على خلفية التسجيل الصوتي الذي سرب له وظهر من خلاله أنه يفاوض أحد المغاربة على تذكرتين خاصتين بنصف النهاية بين المغرب وفرنسا ب 12,000 درهم. ويذكر أن محمد الحيذاوي سبق اعترف بصحة التسجيل المنسوب إليه رغم أنه حاول الهروب بالحديث عن أن التسجيل تم بتره من سياقه. قد تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق والاستماع لكافة الأطراف الذين وردت أسماؤهم في هذه القضية أو الفضيحة. وقال محامون وحقوقيون أنه يجب أن يقتصر البحث القضائي الذي تبشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فقط في الظاهرين في الصورة، بل يجب تعميق البحث جيدا ليشمل جميع المتورطين من قريب أو بعيد، لأن هذا الأمر مرتبط بصورة وسمعة المغرب دون الالتفات لمراكز ومواقع الأشخاص، فالكل يبحث عن تحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. يسمح بعدم تكرار تلك الأفعال المشينة، كما أن تلك المحاسبة من شأنها أن تضمن استمرار فرح المغاربة بإنجازات منتخبهم الوطني. باختصار شديد، الكل يريد محاسبة حقيقية لكل الذين تاجروا في تذاكر المونديال أو الذين استفادوا دون وجه حق من المال العام. الواقع الذي لا جدال فيه هو أن هناك مسؤولون بالجامعة الملكية لكرة القدم وخارجها استغلوا مناصبهم ومواقعهم الرسمية لمنح التذاكر لأقربائهم ومعارفهم وقاموا بالمتاجرة في تلك التذاكر ليجنوا أموالا مهمة، وهم الذين أرادوا نسف تلك الرمزية والفرحة التي ساهم فيها المنتخب وفريقه التقني. في النهاية يجب تحصين المال العام من يد العابثين والفاسدين الذين لا غيرة لهم على سمعة وصورة البلد، تحصين اللاعبين أيضا من أي استغلال سياسوي أو انتخابي، فالسياسيون يجب أن يبتعدوا عن المشاركة في تدبير وتسيير الأندية، فهذا من صلاحيات الجامعات الرياضية بشكل خاص وحصري. الموضوع الثاني مهم على المستوى السياسي والدبلوماسي رغم أن واجهته رياضية، بعدما وضع المغرب الجزائر أمام الأمر الواقع فيما يخص فتح الأجواء أمام الطيران المغربي وسفر المنتخب الوطني إلى مدينة قسنطينة التي ستستضيف مباريات المغرب عبر رحلة مباشرة انطلاقا من مدينة الرباط عبر طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية وهي الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية. الهدف هو نسف قرار غلق الأجواء الجزائرية أمام الطيران المغربي قبل أشهر عندما أمعنت الجزائر في استعداء المغرب، خصوصا بعد اعتراف إسبانيا بسيادة المملكة على صحرائها، وهذا كيد جزائري للمغرب. هنا أكدت الجامعة المغربية لكرة القدم أن مشاركة المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة في دورة الشان المنظمة بالجزائر ما بين 13 يناير و 4 فبراير من العام المقبل مرهونة بتوفر خط جوي مباشر من المغرب إلى الجزائر لنقل البعثة المغربية في طائرة خاصة. في حالة رفض ذلك فقد قرر المكتب المديري بالإجماع عدم المشاركة في هذه البطولة بشكل نهائي. نتوقع أن تكون هذه النسخة لكأس إفريقيا للاعبين المحليين نسخة رياضية فاشلة مثل القمة العربية التي نظمتها الجزائر وكانت أسوأ قمة على المستوى التنظيمي وعلى مستوى
قرارات والحضور، وعملت الجزائر بكل وسائل إعلامها على معاكسة الفرح الكبير رسميا وشعبيا لما حققه المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022. فهل ستستجيب الجزائر وتفتح أجواءها الجوية أمام طائرة المنتخب المغربي، أم سيتملكها الغرور التمادي في العداوة، رغم أن الإعلام الجزائري سفه القرار المغربي، وهذا لسبب هو أن المغرب وضع الأصبع في المكان الذي يؤلم منظمي هذه التظاهرة الكروية. ولا ننسى أن التنظيم في مناسبات سابقة داخل الجزائر كان رديئا وتعامل مع المنتخبات المغربية الرياضيين المغاربة بنوع من اللامسؤولية، وهذا تخفيف في الوصف. إلى اللقاء.